رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل عشان نبدأ معاكم فقرتنا السياحية اليومية مع نديبنا غانم المعضيد. يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، أصبح عليكم بالخير وأيضا أصبح على أخواتي في الاستديو. طبعا إحنا اليوم موجودين في مكان سياحي ساحر جدا، أحييكم من مكان يبعد عن الدوحة 35 كيلومتر، أحييكم من منتجع السلطان بالخور. هذا المكان الجميل جدا اللي يقدم خدمات ومرافق جميلة جدا. عشان نتعرف أكثر على هذا المكان الجميل خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع عشان نكمل باقي مسابقة مهرجان صيف قطر. خلكم وياي. يعتبر منتجع شاطئ السلطان الذي افتتح عام 2006 من أجمل المنتجعات وأروعها في قطر، حيث يمتلك موقعاً سياحياً هاماً يطل مباشرة على شاطئ مدينة الخور. ويضم المنتجع 216 غرفة وجناح جميعها تطل على البحر، تم تصميمها على أحدث الطرق وأفرادها ليزود النزلاء بصورة متكاملة من البيئة الخليجية العربية الأصيلة. وتتوفر في المنتجع ثلاثة مطاعم توفر الطعام للغرف على مدار 24 ساعة يومياً، وهو مطعم بلو براسيري الذي يقع داخل بهو، ومطعم الدينتي المختص بتقديم المأكولات البحرية بالطريقة الإيطالية والذي يقع على شاطئ المنتجع، وأخيراً مطعم البحيرة الذي اتخذ جنبات بركة السباحة موقعاً له ويقدم بعض الوجبات الخفيفة. وكذلك تتوفر في المنتجع قاعات للاجتماعات بمساحات ومواصفات متنوعة، وكذا قاعة للأفراح والمؤتمرات مجهزة بجميع الوسائل التقنية الحديثة. ويحوي المنتجع ثلاث برك سباحة مختلفة الأحجام تطل على شاطئ المنتجع الذي يمتد على طول 350 متر. ومن بين مرافق منتجع شاطئ السلطان نادي صحي ورياضي وملعب خماسي للتنس وكرة السلة. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية. طبعا مثل ما شفتوا في التقرير احنا الحين موجودين في البرك الثلاثة وأيضا الشاطئ من خلفي اللي يمتد 350 متر على بحر الخور. مشاهدينا خلونا نرجع حق مسابقة صيف قطر ونشوف سؤال الحلقة الماضية اللي كان: تعد من القلاع العسكرية القليلة المتبقية في الدوحة وتقع في شارع جاسم بن حمد بسوق واقف عن أي قلعة نتحدث؟ كان الجواب قلعة الكوت. أما سؤالنا لليوم: مركز يعمل لتعريف المجتمع بتاريخ قطر وثقافتها وتراثها، كما يوضح المشروع الرامي إلى تجديد قلب الدوحة، ما اسم هذا المركز؟ خلوني أعيد لكم السؤال مرة ثانية: مركز يعمل لتعريف المجتمع بتاريخ قطر وثقافتها وتراثها، كما يوضح المشروع الرامي إلى تجديد قلب الدوحة، ما اسم هذا المركز؟ جائزت هذا السؤال مشاهدينا هي إقامة فاخرة لليلتين في فندق وأبراج الموفنبيك الجسرة
لشخصين مع الفطور. اللي يحبون يشاركونا مشاهدينا الكرام على هذا السؤال ما عليهم إلا أنهم يدخلون على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر كتر سمر فيستيفال، إنستغرام كتر سمر فيستيفال، بالإضافة إلى فيسبوك كتر سمر فيستيفال. طبعا هم موجود على أسفل الشاشة. طبعا مشاهدينا عند الجواب على هذا السؤال لا تنسون أنكم ترفقون هاشتاغ مهرجان صيف قطر أو هاشتاغ QSF2014. أتمنى لكم إن شاء الله حظ موفق، وإن شاء الله تجيبون على هذا السؤال وتستمتعون بالجائزة. أحب أذكركم الأسرع هو اللي راح يفوز. بالتوفيق إن شاء الله. هذا اللي موجود عندي، ونرجع مرة ثانية حق برنامجنا الصباح رباح. شكرا غانم على تقديم الفقرة السياحية. بس أحب أؤكد، لأنه أؤكد أن الأسرع هو اللي يفوز، وكان في تساؤلات. لا جاوبه وبشرت إن شاء الله. أكيد كان في تساؤلات يعني من أكثر من شخص أنه طيب إحنا نجاوب كل يوم. أشدد على أن الأسرع هو اللي يفوز أكيد، يعني أكيد، بالإضافة إلى أن يكون العنوان صحيح الوقت اكيد. على كثر عندنا الزميل مبارك البعينين بس حط يده على الشسمة وبعد يفوزون قبله. صدق هي الفايز يكون قبله. لا اله الا الله. هي هاي المسابقه يعني تحسينها شيء انعشت جو الصيف، صار في حياة ان شاء الله. اذا الحين وين نروح يا دعاء؟ خلينا نروح جاليري المرخيه، واللي يفتتح مساء اليوم موسمه الثقافي لموسم 2014-2015. عندنا نديبنا سعود. أيوة. موجود نديبنا سعود المعاضيد يرصد التفاصيل الأخيرة قبل الانطلاق، نتابع معاه. صباحك الله بالخير يا سعود. يا مرحبا ومسهلا يا أخواتي، صبح عليكم بالخير وصبح على مشاهدينا الكرام بالخير. طبعا مثل ما تفضلت أنا موجود في جاليري المرخية، إن شاء الله راح يتم اليوم افتتاح الموسم الثقافي لموسم 2014-2015، وإن شاء الله اليوم راح نتعرف على معرض الشعر العربي، مشاركة مجموعة من الفنانين، وإن شاء الله بنتعرف على أعمال الفنان القطري يوسف أحمد. ويسعدني أن أرحب بالفنان القطري يوسف أحمد. يا مرحبا مسهلا فيك، وشرفتنا وشرفت شاشة قناة الريان. يا مرحبا أخوي سعود. يا مرحبا. يا مرحبا. لو في البداية لو تعرفنا عن المعرض بشكل عام. والله المعرض مثل ما تفضلت أنت في مقدمتك أنه هو بداية الموسم في قاعة المرخية، يضم نخبة من الفنانين التشكيليين العرب. الحلو في البداية أن العلاقة بين الكلمة وبين العمل الفني، يعني بين الكلمة وبين الصورة. يعني الأشياء هاي تذكرني الحقيقة بالكلام اللي يقول الشاعر ويعطي الملحن على أساس يلحن الكلام، على أساس يحبب الكلمة للإذن أو يعطيها حس الوجدان أكثر. هني الكلمة في المعرض تعطي حس البصر أكثر، تشوف الكلام بشكل بصري أكثر. طبعا المعرض متنوع لعدة مثل ما قلنا أعمال فنية. نعم. طبعا أبو أحمد لو تعرفنا الحين، أشوف أنا أعمالك طبعا مشاهدينا الكرام، هذه أعمال الفنان القطري يوسف أحمد. أبو أحمد لو تعرفنا عن العمل نفسه، ايش قصته؟ شلون استوحيت هذا؟ انا اول شيء يعني بهالمناسبه ابي اقدم اعمالي على اساس ان انا اقدم شيء قطري 100%، اللي هو من استخدام خامه ورق نخل القطر. انا يمكن تحت الهواء قلت لك الريان، وانت ما لحقت على زروع الريان، وزروع الريان والنخيل، وكنا نروح للظهر دائما من الدوحه للريان عشان نسبح في الابرج الموجود هناك، والنخيل الحلوه الموجود في واحات الريان. فانا استخدم الخامه اللي فيها الحس المحلي، اللي هي خامه ورق نخل قطر.
الأعمال هذه الموجودة قدامي كلها من ورق نخل قطر ملفو، بس أنا عاملها بالثري دي المجسمات على أساس تعطي الحجم. أنا نقيت طبعاً شطر البيت من 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 الشاعر نزار قباني، طبعاً معروف الشاعر نزار قباني شاعر الحب وشاعر المرأة، فنقيت كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. أنا أول ما حملت الحروف بالورق نخل قطر المحلية عملت حروف مقروءة، لكن بعدين كسرته وفتتها وحطيتها في الشبك وحطيت الأسهم هذه السهام هذه تضرب الحروف هاي قاعدة تنتفه، لأن أحيانا الأشياء المخفية تخليك يعني أنك أنت تتساءل أكثر شنو وراء المخفي أو شنو وراء التجريد، غير الأعمال اللي واضحة. الأعمال اللي واضحة تعطيك الجواب جاهز، لكن أنا أريد أشغل أيضا فكر المشاهد بالأعمال الفنية، فلذلك أنا استخدمت شطر البيت لأن ضمن طبعا الفكرة ضمن فكرة المعرض، لأن الإخوان الثانيين من الشاعر محمود درويش الله يرحمه والشعراء الثانيين والفنانين كل واحد مثل ما تشوف أنت هنا في المعرض ماخذ أسلوبه وماخذ اتجاهه وماخذ طريقته في التنفيذ. فأنا بقول إن هذه الخامة ذي اللي فيها ريحة قطر وتراب قطر وحس قطر أقدمها بطريقة معاصرة، يعني ما أقدمها بشكل مباشر عن طريق طبعا الحرف العربي اللي كنت أنا يعني ملتزم فيه من فترة طويلة، بالإضافة إلى اللون الطبيعي اللون الرمائي الطبيعي الترابي بتاع قطر. أبو أحمد بشكل سريع، طبعا ممكن أنا قبل الهوى شفت الكتالوج وشفت أنك مشارك في أكثر من 20 معرض، نعم. بس هل المعارض اللي شاركت فيها كلها نفس هذه اللوحات ولا أن لوحات مختلفة مواضيع غير البيئة القطرية؟ لا، البيئة القطرية أو قطر يعني في وجداني أنا، والحرف العربي في وجداني، لكن أنا أقدم العنصرين بشكل معاصر بشكل يعني يتماشى مع اللغة المعاصرة للفن الحديث. الأعمال هذه أنا الحقيقة يعني ثاني مرة يمكن أطرح الطريقة، طريقة الأعمال الجديدة هذه اللي أنت شايفها قدامك، وطبعا أنا أيضا قاعد أهيئ إلى معرض إن شاء الله في نوفمبر القادم، منظمتها لهيئة متاحف قطر مشكورة الحقيقة في كتارة في الجاليري عندهم، فعامل أيضا أشياء لها علاقة أيضا بورق قطر بورق نخل قطر وبأرض قطر. الله يوفقك إن شاء الله، وإن شاء الله حنا في انتظار هذا المعرض، تأكد أن حنا حاضرين بإذن الله. أولهم الريان عاد. أكيد بإذن الله إن شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما تعرفنا على معرض الشعر العربي وتعرفنا على مشاركة الفنان القطري يوسف أحمد، بس حبيت أذكركم إن شاء الله المعرض راح يفتتح أبوابه إن شاء الله من اليوم إلى تاريخ 25/10، وإن شاء الله الفترة الصباحية راح تكون من الساعة 10 إلى 12 الظهر، وإن شاء الله الفترة المسائية من الساعة 4 المساء إلى 10 المساء. هذا اللي عندي من قلال المرخية، الكلمة عند الخوات في الاستديو. شكرا لك سعود على هاي الوقفة الفنية، يعطيك العافية. إذن أنشطة تبدأ وأنشطة تصل أو تكاد إلى محطة الختام، ومن بينها المخيم المهني الصيفي الثاني اللي ينظمه معرض قطر المهني عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. طبعا ومن هذا المخيم المهني تزورنا اليوم الأخت حصة عبد الله النصف، وبنتكلم عن تجربتها في هذا المخيم. ويا هلا مرحبا فيك يا سمية. الله يسلمك. حصة في البداية لو تكلمينا الأسباب اللي دفعتك للمشاركة في هذا المخيم، احنا تكلمنا تحت الهواء وحسينا يعني من طريقة كلامك ان انت وايد حابة المشاركة. هو شوفي يعني في هالمرحلة الطالب يعني يكون مش عارف اي تخصص يروح، يعني مثلا يبي يروح طب بس بنفس الوقت الهندسة حلوة، نعم، فيعني محتار اي تخصص هو بالضبط يروح. هو يعني احنا محددين اهدافنا بس يعني تحتاجين مثلا دفعة توجيه الدفعة، ايه. نعم، فالمعرض هاي هو اللي عطانا هالدفعة، هو اللي حدد لنا أهدافنا. طيب يعني ساعدنا. طيب قولي لي شلون يعني شن هي الفعاليات والأنشطة اللي سويتوها في هاي المعرض؟ أوكي، كان أول أسبوع عندنا ورش، وثاني أسبوع اللي هي رحلات لأماكن يعني مختلفة عن بعض.
الأسبوع الأول في الورشات مثلاً عندك ورشة البزنس، المقابلة الشخصية. أي نعم. شلون تكتبين السي في؟ نعم. يعني هاي الورشات اللي تساعدنا في حياتنا المهنية والجامعية. هل أنت الحين قاعدة تطبقين جزء من هذا الموضوع؟ لأن يعني كمقابلة يعني أنا يعني أحس وجودك ويعني حضورك جدا الحين قدامي مهني جدا، فأنت قاعدة تطبقين جزء من اللي خدتيه. إيه في الورشة واضح. نفسها خلوا كل بنت تجرب. جميل. يعني دخلنا وجربنا وكنا إحنا صدق يعني رايحين مقابلة في الجامعة. أي ما شاء الله يعني واضح. جميل. أي حتى على الشخصية يبين في ثقة وحضورها صح. واضح جدا ما شاء الله ما شاء الله عشان تبارك. كلميني عن الأماكن اللي زرتوها، بديتوا فعليا زرتوا أماكن؟ إيه زرنا يوم الأحد رحنا سدرة مركز سدرة للأبحاث، كان صراحة وايد حلو يعني دخلونا على عدة أقسام وشفنا شلون يعني معاملتهم ويا المريض. طبعا هو المريض يكون مش مريض صجي بس انه يعني في جهاز يحركه، فتعلمنا يعني استفدنا واجد وشلون اذا جاتنا الحاله شلون نستقبلها. طيب انت وين توجهك اساسا يعني كتخصص؟ تخصص ان شاء الله. ان شاء الله. طب عشان كذي رحت سدره وبعد البرنامج راح تروحين بعد رحله اليوم. ايه وين ان شاء الله؟ راس غاز. راس غاز. اذا يعني طريقك طويل يعني ان شاء الله. الله يحفظك. طيب شنو هي الفائده اللي حصلتيها من هذه الزيارات؟ يعني انت قلتي ان توجهك طب، فهل زيارتك للسدره بينت لك صعوبات ممكن تواجهينها او انه لا والله هاي المكان فعلا المكان اللي يناسبني؟ حددتي شيء زياده؟ بالعكس شجعتني بزياده. يعني في اشياء شفتها مثلا انا كنت محدده ان شاء الله ادخل جراحه قلب بس لقيت ان في تخصصات ثانيه، في اشياء يعني اكتشفتي اشياء ما كنتي حاطه يعني العين عليها او ما كنتي محددتها ان انت ممكن اكون هنا. طيب حصة يعني هل تشوفين أن يعني هذا المخيم خلينا نقول ورش العمل اللي حضرتوها وأيضا الرحلات والزيارات الميدانية اللي قمتوا فيها أثرت بالفعل على يعني أنت تأكد عندك كنت يعني ناوية على الطب وبالفعل الحين تأكد عندك أن أنت إن شاء الله راح تدخلين الطب من خلال تفاعل أو تعاملك مع بقية الطلبة أثر على مسارهم الأكاديمي؟ يعني هذه الزيارات أثرت أن غيروا رأيهم أصروا مثل ما أنت أصريتي؟ في طلاب مثلا تحسين خلاص انا بدخل اعلام بدخل اعلام، في طلاب لا مثلا من هندسه حست ان البزنس حلو بس يعني بنفس الوقت يعني حولت غيرت في اشياء يعني كانت واجد حلوه. جميل جميل. يعني انت من شوي قلتي لنا ان انا هالسنه مشارك. نعم. والسنه الجايه ان شاء الله اذا الله كتب بكون يعني ان شاء الله اذا الله كتب بتكونين متطوع. ف يعني لهالدرجه حسيتي ان الموضوع جدا مفيد فادك وحسيتي ان انت عندك استعداد ان تشاركين كمتطوع السنه الجايه؟ ان شاء الله. يعني هو صدق فادني يعني لو تطوعت بيدي اشارك بنفس الوقت. اذا بما انك استفدتي اسمحي لي اقول لك تقدمين نصيحه حق اللي في عمرك وحق اللي السنه الجايه ممكن يستفيدون، شنو هي النصيحه اللي توجهينها لهم؟ صراحه انصحهم يعني اللي محتاره واللي ما تعرف تدخل تشوف، يعني بودونهم رحلات بودونهم اشياء واجد يشوفونها، فيعني تدخل وتشوف بناسبها واجد بتعرف تعطي نفسها فرصه وبتحدد الهدف اللي هي تبيه. اكيد اكيد. انت قلتي ان انت كنتي محدده هدفك وهناك اتضح لك ان هدفي صحيح بس تعزز. داخل الهدف اكتشفت اشياء زياده، فحتى اللي محدده هدفها ممكن انها تنضم لهم وتكتشف اشياء زياده او تكتشف اذا كان فعلا هاي الهدف مناسب لي او لا. صح. ممكن بعد انا اكون محدده الهدف بس يعني ما اعرف شلون لما اروح المقابله الشخصيه شلون اتكلم او شلون اقعد او شلون هاي. لا بشرك من الحين نجحتي ما شاء الله. ما شاء الله. ناديتي حصه؟ ناديتيها ولا ناديتينا؟ لا انا قاعده اقول لها حصه لان انا جدا معجبه بشخصيتها وواحده في يعني في هاي العمر حابه انها تدور على شلون احدد وشلون اتاكد وشلون اعرف مستقبلي. كل الشكر لك حصه عبد الله النصر، يعطيك العافيه. شاركت طبعا حصه في المخيم المهني الصيفي الثاني اللي نظمه معرض قطر المهني عضو مؤسسه قطر للتربيه والعلوم وتنميه المجتمع. وطبعا بهاي نكون وصلنا معاكم مشاهدينا لختام الصباح رباح لليوم. طبعا تواصلوا معنا على موقع قناه ريان على الفيسبوك الانستغرام هاشتاج الصباح رباح. نشوفكم ان شاء الله غدا مع كل الجديد.